المشاركة الثالثة سادس في عام 2011 خسر أمام مونتري المكسيكي وكان في المركز الخامس في نسخة 2018 عندما تفوق على جواد الأخارة ب1-1 ثم ركلات ترجيح طبعا في مباراة خمس. مباراة اليوم ستشهد في حالة التعادل على طول ركلات الجزاء مباشرة عكس نظام البطولة. وادي أمامنا هنا البداية والانطلاق حمدو الهوني. حمدو الهوني خطير حمدو يرفع عينه حمدو ممكن هدف أول. يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الكريم يا ولد يا ولد يا عبد الكريم كرة هدف كاليدونيا ممثل اوكيانوسيا والمباراه الصعبه اللي كانت امام الفريق المكسيكي الكبير اللي فاز بلقب هذه البطوله في 2009 و2011 كان الدوري القطري نادي السد اللي حقق بطوله دوري ابطال اسكره بالعرض. ضغط من الترجي في هذا الوقت امامنا حمدو الهوني الليبي. يا ولد يا ولد يا ولد هدف حلو قوي هدف حلو حلو حمدو الهوني حمدو الهوني امامنا اهو يسجل الليبي بعد مرور 6 دقائق يفتتح التسجيل. هنا ضغط مبكر كان هدف محقق شاله وانقذه من محمد علي بن رمضان اللاعب عبد الكريم حسن. المره دي يتوغل هنا حمدو الهوني في غياب الرقابه الدفاعيه بعد ما عمل انيس البدري تحرك حلو قوي ويسجل حمدو الهوني امامنا هنا اللاعب اللي امامنا اللي متعلق الحقيقه بالوان نادي الترجي. بص الكره معموله حلوه قوي وشوف بقى استلام من انيس البدري ويلعب الكره بالعرض حمدو الهوني. هنا بقى الرقابه من جابي ضعيفه وايضا الضغط ما كانش موجود من خوخي معلم عشان كده حمدو الهوني بيركنها حلوه قوي. هدف جميل جميل الكره ارتدت بتاعه انيس البدري الدفاع السد عارف اللي هيدوس نادي السد الفرقه الممتعه يلعب كره حلوه. بغداد امامنا هنا اهو في هذه اللقطه في العرض النهارده المهمه صعبه وهدف قادم هدف قادم يسجل يسجل انيس البدري اخطاء دفاعيه قاتله حمدو الهوني في اللقطه الماضيه ويسجل انيس البدري. بدري بدري يا بدري بدري يا انيس امامنا هنا حمدو الهوني عاملها بمنتهى التعاون بمنتهى التفاعل في اللقطه الماضيه وعلى طول يسجل امامنا انيس البدري هذا الهدف الجميل الحقيقه من خلال استغلال الاخطاء والهفوات. بص الكره باديه منين؟ باديه من معز من شريفيه وادي امامنا هنا الكره من خوخي وخطا من حمد اسماعيل وتمركز خاطئ من طارق سلمان حمدو الهوني مضى ويسجل امامنا انيس البدري الهدف الثاني في اللقاء. خطا كبير كبير الحقيقه اخطا ده حامد اسماعيل واللي وصلت ليه الكوره وعملها بهذه الكيفيه طارق سلمان وعلى طول بقى المره دي حمدو الهوني يعني بمنتهى التعاون كم هو ممكن يخلص لكن هو مرر عشان يسجل انيس البدري هدف الثاني الهدف اللي طبعا الثاني في اللقاء. قهوة وأسماء كتيرة وادي أمامنا انطلاقة ومحاولة خطيرة لمسة اليد هنا في فار هتشوف الفار المطالبة بلمسة يد في اللقطة الماضية. بص أمامنا هنا التحركات وادي الكرة معلومة حلوة قوي من إلياس الشتي والكرة اللي بتسدد والمطالبة بركلة دي الكرة بتاعة أنيس وادي لمسة اليد على عبد الكريم. أنا أتوقع ركلة جزاء أنا أتوقع ركلة جزاء أتوقع ركلة جزاء في الدقيقة أمامنا 22 حكم اللقاء عبد القادر زيتوني اللي من أصول عربية اللي من تايتي اللي بيشارك لأول مرة الحقيقة في إدارة مباريات هذه البطولة والحوار والكرة اللي اتعملت أمامنا أهو في اللقطة الماضية من جانب أنيس البدري وارتطمت في عبد الكريم. أدي إيد عبد الكريم إيده ممدودة إيده مفرودة في اللقطة الماضية وبالفعل يعني هي أقرب إنها تكون ركلة جزاء ما زال الحوض يدخل إلى أرض الملعب ويشير لركلة جزاء لصالح نادي الترجي. ركلة جزاء للترجي هل يكون هناك عقوبة على الهاند بول ولمسة اليد على عبد الكريم أمامنا هنا في هذه اللقطة. أدي عبد الكريم طرده في مباراة الهلال في نصف النهائي في لقاء الذهاب في العاصمة القطرية قدام حكم نقطة تحول في تلك المباراة ويبدو أن القرار كمان إيه شوف قسوة كرة القدم الأساسي نادي السد وادي أنيس البدري الثالث أمامنا هنا 25 دقيقة متقدم فيها الترجي بثلاث أهداف نظيفة حتى الآن على السد في هذا اللقاء على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية البطولة اللي أمامنا طبعا واللي بيتابعها العشاق والمحبين والأنصار. أنيس البدري بينضم لكل من عبد الكريم حسن وبغداد ونجاح
ولكل منهم هدفين. ادي امامنا الحوار، ادي حكم اللقاء عمل اكرم عفيف لسه لم يظهر. بغداد بنجاح ما بيفتح المرمى، عدى اكرم وركله جزاء، ركله جزاء، ركله جزاء لنادي السد امامنا هنا في هذه اللقطه ما بين سامح الدربالي وما بين اكرم عفيف. واكرم عفيف ياخد، بغداد متميز يملك التسديد القوي في منتصف المرمى، لا حطها في زاويه وهدف هنا لنادي السد عشان تبقى النتيجه بعد مرور 32 دقيقه. 3 الترجي، 1 السد القطري وتشافي هرنانديز. يعني اخيرا يعني في اللقطه الماضيه، لكن بص بغداد تتدرس يا بغداد، الكره القويه اللي على الارض الزاحفه راح معاها من نقص العددي. اكرم عفيف الى جابي، شيل الكره ملعوبه حلوه يا ولد يا ولد يا ولد، كره حلوه 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 من خوخي معلم. وسجل انيس وسجل بغداد، وكره خطيره من كوامي، وفرصه واخطاء دفاعيه وفرصه لا تضيع، فرصة لا تضيع، خطأ دفاعي كبير. حمد الهوني يا ولد يا لعيب، عدى حلوة قوي، حلوة حلوة، مش ممكن مش ممكن الأخطاء. الليبي حمد الهوني يسجل الهدف الرابع في هذه المباراة. أخطاء كبيرة جدا، أخطاء كبيرة جدا دفاعية من نادي السد. حمد الهوني الكرة الأولانية اتعملت بالعرض ورجعت له، ثم بقى الثانية من زاوية ضيقة قوي في مرمى الحارس مشعل برشم عشان يكون الهدف الرابع. شوف كره القدم، كره خوخي اللي هناك اللي اتسدد من معز بن شريفيه، لكن سرعه التحول لدى نادي الترجي الحقيقه في الهجمات المرتده بيستغلوا المساحات في اللقطه الماضيه. بص امامنا هنا، ادي الكره ملعوبه في ظهر حمد اسماعيل. حمد الهوني اللي نجم المباراه، عدى حلو قوي من خوخي، كان ممكن يعني خوخي يحط رجله لكن خاف من ركله الجزاء. شوف الكره اتعملت، حمد الهوني لعيب، لعيب الليبي ده، لعيب الليبي ده، لعيب تبديل بيدرو ميجال يدخل مكان حمد اسماعيل. نادي السد وبيني اكرم عفيف، لكن الضغط والرقابه، بدران بدران، وحكم اللقاء، حكم اللقاء ركله جزاء على بدران، ركله جزاء على المدافع الجزائري عبد القادر بدران مع اكرم عفيف اللي خد ركله جزاء في الشوط الاول واللي كان سجلها بغداد امام نتيجه. ادي حسن الهيدوس جول، حسن الهيدوس جول، جول حلوه حلوه، حاططها حلوه قوي. ركله الجزاء نتفق نختلف، لكن ركله الجزاء في الدقيقه 49 يسجل من خلالها حسن الهيدوس هدف الثاني لنادي السد. قطر انطلاقه هنا، محاوله من بغداد، بغداد عدى يا ولد، بغداد ونجاح ده ظهر بغداد يظهر نادي السد. ادي بغداد ونجاح تونس ووجود اسماء ونجوم كبار في تونس. ادي سامح الدربالي، انطلاقه حلوه قوي، اكرم عفيف وبغداد اللي بينطلق، ولكن سقوط بغداد امامنا هنا في هذا، اكرم عفيف بيبرر لبغداد ونجاح وواحد، وكان هناك تعادل طبعا مع الهند في لقاء وحيد. فرصه جديده، حمد الهوني، حمد الهوني، هل هناك ركله جزاء؟ ادي حمد الهوني، هل فيها ركله جزاء؟ الكره اللي فاتت دي مع بيدرو، لكن الحكم القريب امامنا هو عبد القادر، عبد القادر المدافع العصري الحديث اللي بيعمل مسانده. وادي امامنا الياس شدي، الياس شدي في الجانب الشمال يلف كره عرضيه حلوه قوي، لكن يشيلها المرمى نادي الترجي. ادي امامنا انطلاقه، سامح الدربالي يلف الكره العرضيه لكن ملعب النجم. ادي انطلاقه هنا، ممكن مش معقول، مش معقول، لكن في ضغط، في ضغط، في تسلل. بغداد ونجاح متسلل في اللقطه الماضيه، تسلل على بغداد، لكن بغداد يعني لعيب تقيل مهاجم يبحث امامنا على المسدس. شتي، شتي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، هاتريك، هاتريك في المباراه هنا. حمد الهوني، حمد الهوني، كره وخطا دفاعي وخطا من الحارس مشعل برشم، والهدف هنا ياتي حمد الهوني الهدف الخامس في اللقاء اللي بيسجل في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 74. هاتريك، هاتريك في هذه اللقطه، في هذه اللحظه لحمد الهوني الليبي المتالق من الكره اللي اتعملت الحقيقه من الياس شيتي. والياس شيتي الى اللاعب اللي سجل هاتريك في المباراه، وهو اللاعب اللي امامنا حمد الهوني، حمد الهوني، حمد الهوني. Thank you.